مشاهدينا، نفتح هذا الموضوع للحوار والنقاش مع ضيفي من الخرطوم، السيد مصباح أحمد القيادي في قوى الحرية والتغيير، وأيضا معنا من الخرطوم السيد عبود عبد الرحيم الخليفة الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ مع السيد مصباح. سيد مصباح، هل تستطيع التظاهرات والدعوات للتظاهر تغيير الواقع السياسي في السودان وكسر الاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بين حمدوك والبرهان؟ أهلا بك أخي الكريم، وأهلا حياتي. بالمشاهدين وضيفك الكريم. لا تزال الأزمة في السودان تراوح مكانها بالرغم الاتفاق الذي وقع بين السيد رئيس الوزراء والسيد القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن كافة شرائح أو غالبية شرائح المجتمع السوداني من قوى سياسية ومجتمعية وثوار في الشارع يرفضون هذا الاتفاق باعتباره امتدادا للانقلاب الذي حدث في 25 اكتوبر، وايضا يعتبرون ان هذا الاتفاق هو عباره عن شرعنه للانقلاب الذي حدث ولا يلبي تطلعات الشارع ولم يخاطب الازمه بصوره واضحه. المواقف ما زالت مواقف قوى الحريه والتغيير هي ذات المواقف التي اعلنت صبيحه الانقلاب وما بعده، وكذلك موقف الشارع من هذا الاتفاق باعتبار أن سير رئيس الوزراء عودته تتحدث لم تكن العودة بالقول بأن غالبية الشارع السوداني ضد هذا الاتفاق. على ماذا تستند في وصفك بالغالبية والشارع تتحدث بصيغة جمعية؟ هل لديك إحصائيات محددة تستند عليها في هذا التعميم؟ نعم أخي الكريم، القوى السياسية أو الشارع السوداني مكوناته معلومة. قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها، معظم مكوناتها هي ضد هذا الاتفاق، لجان المقاومة وتنسيقياتها المختلفة ضد هذا الاتفاق، والرفض ليس مبنيا على مزاجية، وإنما الاتفاق نفسه لم يلبي تطلعات الشارع ولم يحقق أي اختراق في الأزمة. حتى الآن نحن نشهد عودة للسيد رئيس الوزراء وإطلاق سراح للمعتقلين فقط، ليس هنالك أي اختراق في الأزمة باعتبار أن الذين سببوا هذه الأزمة من الانقلابيين ما زالوا على سدة الحكم ومسيطرين على الوضع القائم، وما زال الانقلاب مستمر بكافة جوانبه، ولم تلقى حتى القرارات التي صدرت ما بعد 25 اكتوبر. لا أقول هذه الرؤية للأستاذ عبود لأستمزج رأيه. أستاذ عبود، أهلا وسهلا بك من جديد. لماذا لم ينجح الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في تقليل المخاوف السودانية من ضبابية المرحلة القادمة؟ لماذا لم يلغي كل الاتفاقات والقرارات السياسية التي تم اتخاذها بعدما وصف بالانقلاب؟ لماذا لم ينجح هذا الاتفاق كي تستمر هذه التظاهرات والاعتراضات في الشارع؟ مرحبا ومرحبا بك بضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. من الذي يحدد يعني فشل هذا الاتفاق السياسي؟ يعني التباين في الآراء أمر معروف في الناحية السياسية، وبالتالي لا يمكن القول إطلاقا أن هذا الاتفاق فشل. ومن أيضا يستطيع أن يحدد أستاذ عبود أنه نجح؟ لأن المعترضين عليه يقولون أن هذا الاتفاق لم يبطل كل القرارات والتبعات السياسية التي اتخذت بعد خطوات البرهان الأخيرة، وبالتالي القضية هي واحدة، من يحدد الفشل وأيضا من يستطيع أن يقول أنه نجح؟ أنا أعتقد أن الأمر بيد السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، هو الذي يعني وقع على هذا الاتفاق، وهو يمثل كل المدنيين، وهو الشخص الوحيد الذي حظي بإجماع كبير من الشارع السوداني، وبالتالي هو الذي يحدد نجاح هذا الاتفاق من فشله، وهو الآن يمضي في خطوات تعيينه عودته رئيسا للوزراء وإطلاق سراح المعتقلين المتتابعة الآن، ثم الأمر بيد السيد رئيس الوزراء الآن لتشكيل حكومته، حكومة من المدنيين الخالصة، وبالتالي يتحقق ما أراده بعودة إلى الحكم المدني المباشر الكامل. أستاذ عبود، هذا المكون أنت في هذا الذي الكلام يقوم الآن ألا
تلغي رأي الجماهير المعترضة وتجعل القضية شخصية ومرهونة بشخص حمدوك رئيس الوزراء، ماذا عن الناس في الشارع؟ لا 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 ألغي رأي، نعم لا ألغي رأي الجماهير، ولكن هناك قطاع كبير أيضا من الجماهير لا يستهان به موافق على هذا الاتفاق، يجد القبول بهذا الاتفاق. وبالتالي لذلك أقول أن انقسام الشارع السوداني حول هذا الاتفاق يحسمه رئيس الوزراء الذي يشكل الذي يكون أو يعتبر هو الممثل الشرعي للشارع السوداني ولقوى المدنيين. عبد الله حمودوك اجتمع بكثير من قطاعات لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير أعضاء منها وأوضح لهم وجهة نظره، وبالتالي يعني الآن ترى أن الآن المسيرة التي بدأت الآن في الخرطوم ليست بالمستوى الذي كان عليه مسيرات سابقة خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي أنا أعتقد أن كثيرا من الذين كانوا يقفون ضد الاتفاق قد اقتنعوا بمبررات وجهة نظر السيد رئيس الوزراء. لأسأل السيد مصباح أحمد عن دقة هذا الكلام. أستاذ مصباح، هنا خلاف بين من يؤيد الاتفاق السياسي الترتيبات السياسية ومن يعترض عليه، الاختلاف في أساسه الاختلاف على الشرعية. هناك الطعن في شرعية المعترضين على هذا الاتفاق وكذلك مدى تمثيلهم للجماهير، وهل بالفعل هذه التظاهرات تمثل كل أطياف قوى الحرية والتغيير؟ يا أخي الكريم، أول حاجة يعني الاتفاق نفسه لم يخاطب القضية بصورة واضحة، أسس أولا مبدئيا أسس على إجراءات انقلابية خاطئة وباطلة، وما بني على باطل فهو باطل. الأمر الآخر أن الاتفاق ثنائي لم يشرك فيه قطاعات الشعب المختلفة. حمدوك ليس وصيا على الشعب السوداني، حمدوك جيء به من قبل قوى الحرية والتغيير والشارع السوداني ليكون رئيسا للوزراء للحكم المدني، وليس مخول له أن يوقع اتفاق باسم الشعب السوداني. من الذي أعطاه هذا التفويض؟ ما ليس هنالك تفويض لحمدوك، التفويض للحكم المدني حمدوك يمثل رمزية، ولكنه وقع اتفاقا معيبا لم يرض الشارع. الذين يتحدثون عن أن الاتفاق لبى تطلعات الشارع وأن هناك، لماذا هذا الاعتراض؟ حمدوك نفسه حتى الآن لا يستطيع أن يشكل حكومة، وستظل هذه الأزمة مستمرة ما لم يتبعها حوار شامل مع كافة قوى المجتمع الحية من قوى سياسية ومجتمعية وكذلك الثوار في الشارع للوصول إلى توافق حول ميثاق سياسي يؤسس لحكم مدني حقيقي. ما فرص الذين تسببوا في هذه الأزمة من العسكريين لا زالوا مسيطرين؟ أستاذ مصباح لو سمحت لي، ما هي فرص الحوار المتاحة مع رئيس الوزراء حمدوك للوصول إلى حالة تفاهم بدل أن يتمترس كل طرف في جهته ويلجأ إلى الشارع؟ نحن ندرك أن أي صراع سياسي أو أي صراع في أي مكان لابد أن ينتهي بحوار، هذا أمر مسلم به، ولكن الحوار يتطلب استحقاقات معينة، منها أولا الذين تسببوا بهذه الأزمة من العسكريين يجب أن ينحازوا عن المشهد على الأقل، لأنهم كانوا جزءا من أزمة حقيقية أو تسببوا في هذه الأزمة. الأمر الآخر، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع، وبالتالي كم من الممكن أن تكون المطالب التي تتفضل بها ممكنة؟ المطالب التي يعني يرفعها الشارع واضحة تماما، حكم مدني كامل من مجلس السيادة لمجلس الوزراء، اتفاق على ميثاق شرف يدعم التحول المدني الديمقراطي، ويؤكد على ذلك الآن في أزمة صيغة كبيرة جدا ما بين العسكريين والمدنيين، سببها ما حدث في 25 أكتوبر. لا يمكن أن نعيد الثقة إلى الشركاء في المرحلة الانتقالية ما لم تحدث إجراءات تبني هذه الثقة من جديد. أيضا الممارسات التي تحدث الآن من العسكريين أنفسهم هي تشير إلى أن الانقلاب مستمر، تعيينهم لأعضاء مجلس السيادة دون مشورة أصحاب المصلحة من المكونات، أيضا استمرارهم في التعيينات التي مكنت النظام البائد وأعادته للمشهد من جديد،
في القضاء وفي النيابة وغيرها. كل هذه الإجراءات تؤكد بجلاء أن الانقلاب ما زال مستمرا، وأن السيد رئيس الوزراء عاد ليكون رئيسا لوزراء الانقلاب ما أكثر. أستاذ عبود، كيف يمكن الرد على هذه النقاط التي تفضل بها الأستاذ مصباح بأن من تسبب فيما وصف عفوا بالانقلاب ما زالوا في صدارة المشهد وهم يعينون من يريدون؟ نقول ان هذا المكون العسكري الذي يكون الان في مجلس السيادي هو الشريك الاساسي لقوى الحريه والتغيير خلال عامين، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه الان بعد هذه الفتره، ولكنه انقلب على الشراكه حينما دنت ساعه تسليم السلطه الى المدنيين. استاذ عبود، 25 اكتوبر هي نتيجه لخلافات نعم، لكن هذا الشريك انقلب على شراكة المدنية كما يوصف حينما دنت ساعة تسليم السلطة إلى المدنيين. الشريك الآن يعني تعامل مع ذات الوثيقة الدستورية بتعاملاته بما يراه، وهذا هو الأساس، أن هذه الوثيقة الدستورية منذ بداية الاتفاق كانت عليها كثير من الملاحظات حتى من داخل قوى الحرية والتغيير، وبالتالي أي تعامل على أساسها ينظر إليه كل طرف من الأطراف من الطرفين بما يراه مكملا لما جاء في هذه الوثيقة. لكن هذا الشريك العسكري كان مضى على هذه مع هذا المكون المدني خلال العامين، وبالتالي حتى أن عودته بعد قرارات 25 من أكتوبر التي نتجت عن خلافات وعن أزمة حقيقية بين الطرفين، حتى في كذلك هي تماما ما أسماها ضيفك الكريم بأنها أزمة ثقة بين الطرفين العسكري والمدني، وتم إبعاد الأطراف التي يعني لها علاقة بالأزمة خاصة في المكون المدني، لأن واضح أنه لم ماذا عن الأطراف التي تسبب الأزمة أستاذ عبود في المكون العسكري، لماذا لا يتم إبعادها؟ عودة الأعضاء الذين يشكلون المكون العسكري في مجلس السيادة هو تأكيد لعدم اعترافهم بأنهم جزء من الأزمة، وبالتالي عاد نفس المكون نفس الأعضاء الذين يشكلون المجلس السيادي. أستاذ عبود، ولكن في المكون هل ينطبق هنا القول فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ هم يعتبرون أنفسهم ليسوا طرفا في الأزمة وبالتالي من حقهم العودة، هل هكذا هي؟ لا، لو فهمت سؤالك لا أعتقد أنه كان ينبغي أن يتم تشاور كامل، ولكن انقسام قوى الحرية والتغيير في المرحلة الأخيرة هو الذي وضع الأمر وضع الأمور إلى مضت الأمور إلى هذا المنحى. أنا أعتقد أنه الوضع الآن بيد السيد رئيس الوزراء بالإسراع بتشكيل حكومته المدنية واختيار الوزراء الذين يشكلون هذه الفترة الانتقالية حتى الانتخابات. طيب. الأمر الفيصل هو الانتخابات، أي إجراءات تتم خلال هذه الفترة لا تقود الانتخابات حرة نزيهة هي المعضلة وهي الأزمة الحقيقية. الآن المضي إلى الانتخابات هو الأساس بين كافة القوى السياسية في المجتمع. أنا أعتقد أنه ضيفك الكريم الأخ المصباح يعني الحديث عن القوى الحية في المجتمع هذا اسم فضفاض، لا يمكن الركون إلى هذه القوى الحية في المجتمع بدون مسميات مباشرة. إذا قلنا أن هناك تجمع للمهنيين، نعم هناك تجمع للمهنيين قاد ثورة. طيب أصبح واضح، هي نفس النقطة، الشك في شرعية كل طرف. أعود إلى الأستاذ مصباح. أستاذ عبود لو سمحت لي، هنا أستاذ مصباح يبدو من الواضح أن حراك الشارع حتى الآن غير معروف إن كان قادرا على تغيير المشهد، والطريق الوحيد المفتوحة أمام الجميع في السودان هي القبول بالوضع الحالي حتى الانتخابات، هل تقبلون بهذا؟ باقي الكريم، أن ما يتحدث عنه ضيفك الكريم يقول الشيء ونقيضه في نفس الوقت، يعني أمر قريب جدا. هو يرى أن إقصاء الشارع وكافة القوى السياسية أمر ضروري، وفي نفس الوقت يشرع ما فعله الطرف الآخر من المكون العسكري. يعني هذه اللغة الأحادية الإقصائية ظللنا يعني ننظر إليها ونتابعها طيلة 30 عاما الماضية. الشارع السوداني قادر على الإمساك بزمام المبادرة، قادر على الاستمرار في نضاله لاسترداد التحول المدني الديمقراطي، هو لا يأبه
الفترة الزمنية يستطيع أن يحقق ذلك عاجلا أم آجلا. نحن استمرينا في الشوارع في عهد النظام البائد ونستمع إلى هذه بذات اللغة التي نسمعها من المبررين للانقلابيين طيلة 4 شهور، وفي النهاية انتصر الشعب السوداني وسينتصر أيضا في هذه المعركة. لا محالة، لا مجال أبدا لاستمرار حكم عسكري. وكما تفضل أيضا ضيفك الكريم الحديث عن الانتخابات، كيف يمكن أن تجرى انتخابات حرة نزيهة تحقق التحول الديمقراطي في ظل وجود نظام انقلابي لا يؤمن أصلا بالتحول الديمقراطي؟ الطرف الآخر يريد أن يحكم بأي شكل من الأشكال، يريد أن يسيطر على المشهد، يريد أن يعيد عائلة الساعة إلى الوراء إلى حكم النظام البائد. هو لا يؤمن بالتحول الديمقراطي، هو يعمل فقط لتمكين النظام البائد أو إعادته المشهد من جديد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن انتخابات طيب حرة ونزيهة في ظل هذا أليس المشهد. أليس حالة عدم الثقة بين الطرفين وهذا الخطاب المتشنج من الطرفين يمكن أن يدفع لا سمح الله السودان والسودانيين إلى حالة ربما من الصدام؟ ليس هنالك مشكلة ما بين المؤسسة العسكرية القوات المسلحة والشعب السوداني. الشعب السوداني يقدر ويحترم المؤسسة العسكرية والعسكريين عموما، وكذلك أيضا العسكريين نؤمن بأنهم أيضا يحترمون خيارات الشعب السوداني، ولكن هنالك داخل العسكريين من يستقلون هذه المؤسسة لتحقيق أجندة خاصة بهم. هؤلاء يجب أن يبعدوا من المشهد السياسي لأنهم يشكلون الأزمة الحقيقية، وهم جميعهم من أنصار النظام البائد، لديهم أجندة سياسية ولديهم خلفيات سياسية يحاولون إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ديسمبر 19، وهذا غير ممكن في الوضع الراهن، ولا يمكن أن يقبل به الشعب السوداني. هنا تكمن الأزمة. يجب أن نكون واضحين أن العسكريين من المتصدرين للمشهد الآن هم أسباب الأزمة الحالية، ويجب أن يتم معالجة الأمر عبر هذا الموضوع بصورة واضحة جدا. هم الذين انقلبوا على الشراكة، انقلبوا على الدستور، انقلبوا على التحول الديمقراطي، وهم الذين عينوا خلال 72 ساعة أكثر من 1000 من كوادر النظام البائدة في الخدمة المدنية ليعيدوا التركيبة من جديد. أيضا هم الذين الآن يحاولون أن يعيدوا حتى التغييرات التي حدثت قبل يومين لمؤسسات عسكرية. جميع الذين تم تعيينهم هم من أنصار أو من قيادات النظام البائد في الأجهزة الأمنية، ولذلك نحن نعتبر أن الوضع ما هو ما زال قائما. وشكرا أيضا إلى ضيفنا في الخرطوم السيد عبود عبد الرحيم الخليفة الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم.